بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله والدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم. وقال حبيب بن سلمة: وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن عظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصلاة عماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد أقام الدين. أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال شيخنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وصوم رمضان. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال شفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه: لا رجل ذنبي خيرا يفقه في الدين. أو كما قال صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. إذا من سبب الإمام وبلال ورسالة بالبنان يعني بالغير والفروسي مسجد داوي الصابرين على الأولاد dan bersyarat pimpinannya ahli jemaah, ahli pegawai masjid dan ahli jemaah muslimin dan muslimin bersyarat dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam Selasa ini, malam 24 Zulkaidah 1440 baik dia bersamaan 12 Jun 2023 Masihi, malam sama-sama kita zahirkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah yang memberikan kita kesempatan bersama-sama menunaikan sembahyang solat fardu maulid berjemaah yang berimam kita sebutkan tadi, dan kita mengaminkan doa yang dipimpin oleh beliau. Ya, termasuklah bersama-sama berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan sahabat-sahabat kita yang menjadi duyuhur rahman tamu Allah SWT, ya, yang terpilih, ya, sama ada yang telah berada di tanah suci maupun yang belum lagi melakukan perjalanan dan pergerakan ke tanah suci untuk mengerjakan ibadah haji pada musim ini, dipermudahkan perjalanan mereka, dipermudahkan urusan ibadah mereka dan ibadah haji mereka, dan dikurniakan Allah SWT kepada mereka haji mabrur yang membalasannya tiada lain tiada bukan adalah syurga Allah SWT. Sebenarnya yang ini sebut oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis: Al-Hajjul Mabrur Laisa Lahu Jazaun Illa Jannah. Tentu tidak ada balasan yang sebaik-baiknya melainkan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kita untuk mereka, Allah merzuk ikhwanana Jaj Haddan Mabrur Masyarakat Masyarakat Zabat Amin Ya Rabbal Alamin. Adapun kita di tanah air ini, InsyaAllah kita akan menyambut ketibaan hari ini Dhul Adha pada 10 Zulhijjah 1440 Hijriah bersamaan 29 Jun 2023 Masihi pada hari Khamis. Dan sebelum itu, dari 1 hingga ke 9 Zulhijjah kita disunatkan berpuasa. Dan lebih lagi pada hari Tarwiyah 8 dan dari Arafah di 9 Zulhijjah. Kemudian kita akan berhari Arafah pada 10 Zulhijjah, ya, 29 Jun insyaAllah, ya, dan melaksanakan ibadah korban kurban semua kita yang terlibat sama ada langsung atau tidak langsung dan ibadah korban nanti akan dikumpulkan, ya, berikan ganjaran yang sebenarnya dari Allah Subhanahu. Dan mudah-mudahan, ya, kita akan diberi peluang untuk mengerjakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah korban pada masa-masa yang akan datang, insyaAllah. Apa pun tuan-tuan dan puan, ibadah yang paling besar yang ada di hadapan kita ialah ibadah solat. Tanpa ibadah solat, ibadah-ibadah lain
Rasul zakat sedekah